الهاتف الداعي. احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايتنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. سوديه هانم ماما. مش ممكن. صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. يا منافق يا ابن ال تفضل. القصر نور والله. قولي لو سمحت. القصر ما هو مش مهم انك تكون عايش في مضرون او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر المضرون ده قصر. راي حضرتك في فلسفه كلها قناعه ورضا مش موجوده عند ناس كتير. احنا مش عايزين ترقيح لو سمحت. ايه الطلوعات دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصلنا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هاني احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. أو يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه يا استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك رسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخدت معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا اكدب واخش النار يعني. ده اسم حديثي حديد، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليك؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم. انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام. يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنه زي واحد عنده 30 سنه؟ ممكن جدا. المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوشه، بس اهم حاجه عندي ان انام بالليل مرتاح، واي مشكله تقابلني بريك ارميها ورا قفاي. ورا قفاي. ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحه عظيمه جميله؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفه يا هانم بطل اللوحه ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحه هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي. باذن الله. هنزلكوا راجع على طول. هو راح فين؟ ليه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده؟ اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي.
يا عم لا سوزوكي ولا داتسون، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه، عايز تجيب لنا حاجه ساقعه؟ هات. مش عايز يا عم تشكني. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفي ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجه. الله، ده لذيذ قوي يا حماده، جرب كده. أنا لا 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 يكفي كده اهو. ايه رايك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده يا استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، انما بعدين تبقى. اتفضل يا هان. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه لنادي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه؟ يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي مار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا لا بسلام، ايه وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بتشوفك. انا عبد السلام بيت، ربي يرزق حضرتك. هي ميرسي مدام. اتفضل. حضرتك معروف قوي هنا. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنه. ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني. ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوه الجميله. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هان. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاك يا نوال مش وقته. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. تشد ما تشدش، دي صحتك وانت حر فيها. انما تجيب لك علبه كبريت تحطها فين؟ كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اسمحيلي اولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا فيها. ابا thank you.
لا 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 هيتاكل كده على طول كراها. اهي دي بقى مزيكا هاديه. بس انا اصلي ماليش في ال ارجوكي اقبلي بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا أنا بقى. شايف حلوين ازاي؟ مش معقولة، أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل، بيت مخضر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام، أحسنت، أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هاني وحياتك من أيام المرحومة مراتي ما قلتوش. أكيد مراتك كانت سعيدة معاك لأنك إنسان لطيف. وأكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لأنك ست عظيمة. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا إيه؟ إيه رأيك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص وأتنطط وأخرج زي ما أنا عايزة في حما جوزي. الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوك اشتغل. البيت وامها. يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقه عامه، والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. اسمعوا كمان يا حماتي، يا عمتي على عماهم. انا مش قادره افهم انت مكشر ومبوز ليه. اضحك للدنيا، خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي وخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاعه اللي انت لابسها. ايه لاعي ولاعي اللي انت لابسها دي؟ وما قلتليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسها ولا عاد. وبعدين معاكم يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام، غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا محلاها فاتت وعمري ما حنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا محلاها. يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست، ونروح احنا كمان اتينا برادت. تاكسي هناك اهو. امينة تاكسي. استاذ احمد، نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي؟ وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين.
أنا مش قادر أفهم أنت متضايق ليه؟ أنا مش متضايق. أمال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شوية. سلالم؟ أمال عبد السلام أفندي ما بينهكش ليه؟ عبد السلام أفندي متربي على السمن البلدي. أيام ما كان الراتب قش ساخ وال 500 بيضة ببلاش. العمارة كانت بستة جنيه. أنا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتين. أنا لو كنت أعرف إن أنا هتجوز أسكن في شقة زي دي، كنت وصيت أمي تهتم بيا من صغري. لكن أعمل إيه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكرة أجيب لك شوية فيتامينات. مش عايز زفت. أمال عايز إيه؟ أنا. طب يلا ننام. الواحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. في ده وده ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. متأكدة؟ حسب ما فيش حاجة. حضرتك ساكنة هنا؟ ايوه. برضه ساكنة هنا؟ غريبة، ما شفتيش قبل كده. اصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم، واخدين الشقة اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. بتاعك هنا؟ اهلا وسهلا، براحتك. جبت السلم يا ريت؟ قليل منك يا ستي. طب انزلي جري هات السلم. هو انا فيا حل السلم يا ستي. الاقي عند حضرتك معلقة سمنة. جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ستي. طب انزلي جاريه هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ستي. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجه. ونعمة جميله وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي حوزه، ده انا نسيت اقولك ان ثلاجتنا فاضيه والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف، كده اول مره واخد منك اللحمه. لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار ده انا ارضعهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطيقوش، ما بستلطفوش. ده واد انت وهو لو مؤاخذه يا استاذ. لا معلش، جت سليمه مغني مني والنبي. هو حضرتك عايز شقه المكان؟ انا مش عايز شقه، انا ساكن في الدور الاحداني. الانفتوح. بالظبط. اهلا وسهلا، منور. شكرا. في تاخدي بالك منهم شويه لانهم الظاهر عليهم تشكيل. ايه يا واد انت وهو؟ سيب الموز، سيب الموز. طب بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب طب ادوني موزتين، واحدة ليا واحدة لمراتي. موزتين. طب موزة واحدة فرقع مراتي. هات موزة. عيب يا راجل. موزة. ايه ده؟ موزة. كانت وجع بطنكم. يلا. أنا مش شايف. كل نفسهم فيه. بالدماغ.
يا حبيبي. مش مهم مالي، المهم الحقيني بالاكل، واقع من الجوع. حبيبي اتصور، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ عينيها جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين، بوتاجازهم خلص، قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. اشرفت، ما بقتش عارفه اقول ايه. انت بتعملي حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معدومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوة بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. روح مات من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرض وقبلت في عزومه حد لازم احنا كمان نعزم ولا العمليه تبقى سفلاقه يعني؟ خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين. ها بيقدمونا ده كمان. العالم ونونك بقى ومحدش عارف هو بيعمل ايه.
هي دي كلها كام سنه وتبقى مليونيره. بقول لك ايه؟ هي تخلص رقصتها من هنا واحنا نقوم على طول. مش هنكمل البرنامج؟ لازم انام بدري، عندي قضيه الصبح ولازم استريح، محدش هينقطني وانا بترافع في المحكمه. خلاص بس ما تزعلش كده.